اهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان، بجدد الترحيب بحضراتكم وبرحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني المحلل الرياضي اسلام علي. يا اسلام مشرفنا ومنورنا. اهلا بك يا احمد، وان شاء الله تكون حلقه كويسه وتنول اعجاب الجمهور. وعايز اقول لك حاجه، قبل كل ماتش مهم للزمالك تقريبا ببقى موجود هنا، والحمد لله بيكون وشي حلو تقريبا. ده اكيد ماتش دريمز وبعديه ماتش نهضة بركان وبعديه الماتش السوبر الاخير، كنت موجود هنا قبل الماتش بكام يوم. أيوه. والنهارده قبل السوبر المصري، فان شاء الله باذن الله يكون وش حلو دايما على الزمالك. دايما وش الخير يا اسلام، ربنا يخليك يا احمد حبيبي. من البدايه كده، شفت منتخب مصر امبارح عمل ايه ومع كابتن حسام حسن؟ ماشي بشكل كويس جدا على مستوى النتائج. خلينا نتكلم على منتخب مصر في البدايه كده، وشفت ازاي مشوار منتخب مصر بيحقق العلامه الكامله 12 نقطه من 4 مباريات. بص، في البدايه طبعا خلينا نقول ان بالارقام منتخب مصر ماشي كويس جدا، ودي هتكون حاجه من صفه الكابتن حسام حسن، ولكن الارقام في الكوره مش كل حاجه. عشان كده في الكوره اخترعوا حاجه اسمها تاجنج. دي بتروح انت بتجيب الرقم مثلا ده في الحاجات التحليليه، ان انت عشان ماشي الناس تاخد اي رقم تحطه في اي حته وخلاص وتقعد تحلل فيه زي ما انت عارف، ولكن فيها جزء مهم جدا وهو جزء الاداء والمبادئ والسيستم بتاع اللعب، لان هو ده اللي باقي لك على اللونج تيرم. النهارده النتائج هي مش باقيه لك على اللونج تيرم، ولكن اللي باقي لك على اللونج تيرم هو السيستم اللعب بتاعك والمبادئ اللي انت بتلعب عليها. ده رايك انا بالظبط، ده رايي انا بالزبط. بالنسبه لي النتائج مهمه واكيد الاداء مهم. طبعا النتائج مهمه، من عشان كده انا بقول لك لان هي اللي هتخليك على اللونج تيرم، انت هتشارك في امم افريقيا، فالنتائج هي اللي خليتك تروح بالظبط. ولكن الاداء، مش انا مش بتكلم على الاداء، انا بتكلم على السيستم والمبادئ. الهويه، السيستم، الهويه بتاعت الفريق ومبادئ اللعب نفسها هي اللي باقيه لك على اللونج تيرم، على المدى الطويل جدا. جميل. هنرجع لورا شويه، ايام بوب برادلي، واحد من احسن الاداءات اللي منتخب مصر عملها. الراجل قعد يحقق نتائج كويسه جدا وكره شامله، وبنشوف هجوم من كل حته، الاطراف والعمق والدنيا كويسه جدا، لحد ما جينا اصطدمنا بالواقع المرير قدام منتخب غانا. ليه؟ لان انت قبل ماتش غانا للاسف احنا كنا بدانا ندخل في سكه نقص الكواليتي في الكره المصريه، والناس ما اكتشفتوش لحد ما رحنا نلعب الكوره اللي الراجل عايز يلعبها، او الكوره الكويسه، الكوره الحلوه اللي الجمهور بيحبها. فروحنا نلعب قدام منتخب غانا، فاحنا اكتشفنا ان احنا قدام التحولات بتاعتهم احنا مش قادرين نعمل حاجه. وفي الجيم اللي انت بتلعب فيه هاي بريشر، او انت عندك الدفاع من فوق لتحت، الدنيا فيها مشاكل كتير جدا. فانا اتمنى ان الماتشات دي هيكون فيها اداء مش احسن حاجه، او فيها مش الاداء المنتظر. اتمنى ان الكابتن حسام حسن يبدا يستغل النقط دي ويبدا يشتغل عليها بشكل كبير جدا. كابتن حسام كان ليه تصريحات كتير الفتره اللي فاتت، اتمنى ان هو يشتغل اكتر على اداء الفريق. كابتن من ضمنها مثلا ان يا جماعه عاملوني معامله المدرب الاجنبي. خلينا نرجع كده بالتاريخ لورا شويه. انت لو شفت كارلوس كريوش اول ما جه منتخب مصر، والراجل بدا يفلتر المنتخب، يشوف هو عايز مين ومش عايز مين، وبدا يضم عناصر جديده، حصل عليه هجوم حاد من كل الاعلام في مصر، والناس قعدت تقول له انت استبعدت فلان ليه واستبعدت علان ليه ومين اللي انت واخده. في النهايه شفنا محمد عبد المنعم، واحد من الراجل ما هاجمتوش، انا ماليش دعوه، وانا برضه ما هاجمتوش، انا كنت مقتنع بيه جدا. انا كنت شايف ان اسلوب الراجل هو اكتر اسلوب مناسب للكره المصريه في الوقت الحالي، قدام الكواليتي الحاد للمنتخبات الافريقيه الموجوده جوه القاره، وابرزهم السنغال اللي ما قدرش يتخطاهم المغرب، يعني فرق كتير جدا. الاحتراف من سن صغير والاكاديميات اللي اتفتحت جوه افريقيا من سن صغير خلت الكواليتي رهيب جدا، وبدات تعمل جاب كبير جدا بيننا وبين المنتخبات الافريقيه. حلو انك تكسب بره ارضك، ده امر مهم جدا. طبعا. 4 مباريات اول مره تقريبا تحصل، عناصر شباب موجوده. صحيح احنا في الاختيارات كان نفسي، انا بالنسبه لي انا كان نفسي اشوف عمر جابر لانه افضل ظهير ايمن مصري بالنسبه لي في الفتره الاخيره، ما شفتهوش وقلت كان نفسي اشوفه، ولكن كل الدعم لكل اللاعبين وكل المنظومه. شايف ازاي تدعيم كابتن حسام حسن للمنتخب الوطني ببعض العناصر الواعده من المنتخب الاولمبي؟ شفنا ابراهيم عادل ابرزهم، هو اللي بيحقق لك هدف او بيحرز هدف الفوز امبارح. بص، مبدئيا انا احييه على نقطه ان هو بدا يدخل عناصر صغيره في السن واهتمامه بالنقطه دي، بصراحه نقطه تحسب له بشكل كبير جدا وشجاعه كبيره الكابتن حسام. بص اقول لك حاجه، رغم اللغط اللي بيحصل كتير حوالين مديرين فنيين كتير ومشاكل بقى في اختياراتهم ومش عارف ايه، بس خلينا نقول ان الكابتن حسام حسن للامانه واحد من الناس اللي
عارف انت الحاجات اللي بتحصل تحت الترابيزه دي، الكابتن حسام ملوش في الجو ده خالص. هي مشاكله مشاكله على العلن، اختياراته ومشاكل في الاختيارات هي مشاكل على العلن. هي معلنه ان هو خلاص، هو واخد موقف من عمر جابر، واخد موقف من عمر كمال، هي خلاص واضحه وصريحه. ولكن احييه في هو ان هو قدر الفتره اللي فاتت يزق ناس زي محمد شحاته، محمود صابر، احمد عيد، مين تاني، ابراهيم عادل، خالد صبحي، كوكا، كوكا، والناس دي بقت عناصر كمان مهمه، وشفنا بعضهم اخد دقايق كبيره جدا. فالحاجات دي بصراحه تحسب للكابتن حسام حسن، ودايما اللي بيحافظ على شخصيه المنتخبات والاستمراريه هو التدعيم المستمر وتغيير الجلد بشكل مرن. يعني مش مره واحده زي مثلا ما حصل مع منتخب كابتن حسن شحاته، مره واحده اكتشفنا ان منتخب كابتن حسن شحاته بيعتزل، ومره واحده اكتشفنا ان مفيش منتخب مصر، ودخلنا في دوامه كبيره جدا ما بين بقى منتخب بوب برادلي وكابتن شوقي غريب، وعمال يدخل في عناصر والعناصر مش قادره، ما عندهاش خبرات دوليه. غير النهارده لما تدخل لعيب زي محمد شحاته، ابراهيم عادل، في وجود بقى ناس عندها خبره زي احمد سيد زيزو. انا عارف ان احمد سيد زيزو ده هيعمل مشكله الناس طبعا كبيره. زي احمد سيد زيزو، زي محمد صلاح، وجود تريزيجيه، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه. كل ما انت ما بتدخل عناصر جديده في وجود عناصر عندها خبره من الناس دي، انت بتساهم في وجود استمراريه للمنتخب بتاعك ووجوده في بين الاسامي الكبيره. يمكن في الاسامي الصغيره دي احنا نسينا اسامه فيصل برضه. اسامه فيصل في حاجه ثانيه بمناسبه الفوز خارج الارض. يا جماعه، بعيدا ان منتخب موريتانيا لسه ملوش اسم كبير في الكوره، ولكن هو المنتخبات اللي جايه في الكوره منتخب محترم جدا. لا ده تعالى خد بقى النقطه الثانيه، امير عبده. امير عبده واحد من المدربين الممتازين جدا داخل القاره الافريقيه طبعا. يمكن اسمه مش مسمع. لا سمع ساعه مع جزر القمر. جزر القمر بقى، وكان ليه انجاز تاريخي قوي انه راح لعب منتخب الكاميرون بدون ولا حارس مرمى في دور الثمانيه في بطوله امم افريقيا قبل اللي فاتت، كانت لعبت في الكاميرون تقريبا. راح لعب قدام منتخب الكاميرون بدون حارس مرمى، اتغلب 2-1 وخرج بصعوبه جدا. راجل بصراحه من الناس المدربين كويسين جدا، وفي البطوله اللي فاتت عمل برضه شكل كويس لحد ما مع المنتخب الموريتاني. شفت ازاي دور زيزو وانت بتتكلم على زيزو من اللعيبه الخبره اللي بيعتمد عليها كابتن حسام حسن، ما بيلعبهوش في مكانه، ولكن كون ان لعيب بيفرض نفسه على كل المدربين سواء مدير فني وطني مدير فني اجنبي، بيحتاج لامكانيات زيزو حتى لو هيغير من مركز زيزو في الملعب. شايف ازاي دور زيزو مع منتخب مصر؟ طيب قبل ما اتكلم في النقطه دي هسالك سؤال يا احمد. الجون بتاع ما تسالنيش. ماشي هسالك، ما انت بتسالني طول النهارده، هسالك انا دلوقتي. الجون بتاع عماد متعب في الجزائر لما جه انت عملت ايه؟ يا نهار ابيض، هو كلنا معانا الارض اترجت. انا مش فاكر عملت ايه، بس حرفيا الملعب اترج ومصر اترجت كلها. وجون عنتر بينيح لما دخل فينا عملت ايه؟ تقريبا انا مش هقول لك عيطت في الكوره، بس انا عطل. بس اليوم ده كان يوم صدمه بالنسبه لي، ما عطش في الكوره تقريبا في حياتي، بس اليوم ده اللي وانا صغير يعني. جول عنتر يحيى كان في السودان صدمه بقى بالنسبه لي. هل انت افتكرت ان عماد متعب لعيب الاهلي؟ هل افتكرت في يوم من الايام وهو بيحط الجون ده فكرت ان ده لعيب الاهلي؟ ما اعتقدش انه حصل كده. هل ده اللي رفع الاوفر لعيب الزمالك؟ ما حصلش كده. وعمرو زكي بيسجل الجون الاولاني، هل الناس قد ده لعيب الزمالك وده لعيب الاهلي؟ ما حصلش. للاسف احنا الفتره بس ما كانش في سوشيال ميديا بالشكل ده زي دلوقتي. ان احنا دخلنا في كارثه ان جمهور يهاجم لعيب معين واللعيب لابس تيشيرت منتخب مصر، ده بسبب وجود ناس محسوبين على الميديا، هم دخلاء على الميديا. صحيح. وناس دخلاء على التحليل الرياضي. وهم اصلا لا بيحللوا ولا عندهم اي خلفيه، لا انت كنت لعيب كوره كويس ولا انت محلل كويس ولا انت واخد لاينسز بتاع تدريب. انا مش عارف انت موجود ليه هنا. ليه موجود طالع النهارده عمال تتكلم عن فلان؟ فبالتالي بقى موجود ان انت النهارده كمشجع بيتم تغذيتك وبيتم دس افكار سامه عن طريق ناس موجوده زي الناس دي. فطبيعي ان انت تلاقيه بيهاجم لعيب زي زيزو. ولكن النهارده انت لو بصيت ارض الملعب لازم الجمهور يفهم حاجه يا جماعه، كل لعيب وكل مركز بيكون ليه دور في الملعب. يعني ما ينفعش اجي اسالك سؤال اقول لك هو مروان عطيه سجل كام جون في المنتخب؟ ما ينفعش اجي اسالك السؤال ده. ما ينفعش اجي اقول لك حمدي فتحي كام سجل كام جون في المنتخب؟ ولو رجعنا سجل لمشاركات حمدي فتحي في منتخب مصر كبير جدا. حمدي فتحي كان بيلعب ما بين مركزين، ما بين لعيب مركز 8 وما بين لعيب الدبل بيفت. ده مش تقليل من حمدي فتحي، ولكن ده توعيه للناس عن الدور اللعيب او المكان اللعيب بيقوم بيه. اللعيب ده بيلعب مركز 8 مطلوب منه 1 2 3. هل احمد السيد زيزو كان بيلعب في المركز اللي هو تالق فيه في نادي الزمالك؟ لا للاسف. احمد السيد زيزو بيلعب منتخب مصر ما بين 8 مساند او لعيب رقم 10. مهمه احمد السيد زيزو طول الوقت
هي مهمه من الدرجه الاولى. هي انا مش عايز اقولها بس هو انت بتخدم على محمد صلاح ان انت بتفضيله مساحه اكتر من ان انت لعيب تارجت للفريق بتاعك. التحركات بتاعته والسويتشات اللي بيعملها طول الوقت عشان طول الوقت انت بتفضل محمد صلاح ليه؟ صحيح. اي منتخب طبيعي هيجي قبلك، انت معروف ان انت منتخب واحد من احسن ثلاث او اربع لعيبه في العالم، فطبيعي ان اي منتخب هيجي بيعمل لك كثافه هجوميه قدام لعيب زي محمد صلاح. هتحل الكثافه دي ازاي؟ لو انت ما عندكش لعيب في نص الملعب بيعرف يطلع يتحرك على الوينج عشان يفضي المساحه اللي محمد صلاح يبدا يتحرك فيها في عمق الملعب والعكس. حلو. النهارده انت هتعمل ده ازاي؟ طيب يا جماعه تعالى نشرح بالصور اللي انت محضرها لنا، انت شرحتها بشكل عام. اولا احنا عندنا مشكله في فتره كابتن حسام حسن في طريقه اللعب. المشكله كابتن حسام حسن بيعتمد على الكثافه الهجوميه في التلت الاخير. طيب ايه المشكله في الطريقه دي؟ الكثافه الهجوميه دي المفروض بتعمل لك نوع من ان انت عندك انتشار كبير جدا في كل الممرات. طب انت ازاي مش عارف تعمل الفرص وازاي مش عارف تستفيد من لعيب زي احمد السيد زيزو؟ هو في ثلاث صور قبل الصوره دي بس ما فيش مشكله خالص. تعالوا نرجع يا جماعه للصور. في ثلاث صور قبل دي على طول. الماتش اللي هو ماتش العوده اللي هو بالنهار يا جماعه، هو هنا ولا هتلاقوا الشمس كده ضربه في الصوره يعني. ماشي. بيحضروها ايه اللي كان حاصل يا اسلام؟ طيب هي نفس تقريبا، هي نفسها. هنا لو بصيت على الصوره دي بص انتشار اللعيبه تحس ان هم منتشرين على شكل قوس من الناحيه اليمين للناحيه الشمال. هل حد موجود في عمق الملعب؟ لا، الوحيد اللي بيحاول يدخل عمق الملعب هو عمر مرموش في الناحيه الشمال هنا خالص، ومش داخل برضه في عمق الملعب قوي، هو داخل في المنطقه اللي هي الهاف سبيس دي في الدقيقه واحد وتقريبا و20 ثانيه في اول ماتش العوده. فانت هنا مفيش اي انتشار من لعيبه نص الملعب، فبالتالي الباصات بتاعتك اللي ممكن تتعمل في عمق الملعب تكاد تكون مش موجوده. مش بس كده، انت بتلعب على ملعب ضيق وصغير. انتشار بتاعك في عمق الملعب في ملعب ضيق وصغير مش موجود، فانت ازاي هتقدر توصل وينجات وازاي هتقدر تجمع اللعب وتفرغ المساحات اللي المفروض احمد سيد زيزو بيستفاد بيها في نادي الزمالك. فدي الصوره الاولى. دي الصوره الثانيه. الصوره الثانيه الكوره نزلت نفس الصوره بالظبط. مفيش انتشار في عمق الملعب. الاثنين اللي موجودين فوق اللي منتشرين فوق سواء اسامه فيصل، ومش شايف التاني مين، اعتقد مرموش. لا هو مرموش موجود ناحيه الشمال. اسامه فيصل، واعتقد انت قصدك على اللي هناك الناحيه التانيه. اعتقد اسامه فيصل وحد تاني موجود في الدايره. المهم زيزو مستخبي في السكور بورد اللي موجوده فوق دي، فهو مش موجود. انت النهارده ما عندكش حد هنا بيستلم في عمق الملعب، فالكوره بتقعد تنزل من اليمين للسنتر باكات ومن السنتر باكات للشمال، وبتقعد ترجع تاني، وبعدين بتروح في اليمين، وبعدين بتبدا تلعب كره طوليه قدام فريق اصلا هو متكتل دفاعيا، وفي تباعد في الخطوط بشكل كبير جدا. تباعد اللي انا شايفه، انت ازاي هترمي باص او لونج بول في المساحه اللي في ظهر المدافعين وهو واقف اصلا بالاربع مدافعين ورا؟ انت ازاي هتقدر تستفاد بيها؟ ما بيحصلش. والكور دي عاده بتتعمل للاعيب المهاجم اللي هو التارجت، اللي زي مصطفى محمد لما بتحرك على الطرف عشان يقدر يتعامل مع الكرات الهوائيه، وبعدين يريح الكره اللي جاي من ورا والوينج يدخل لجوه. حاجه كده زي الجمل اللي كان بيعملها فريرا مع سيف الجزيري واحمد سيد زيزو اللي احنا جبنا جون بيها في ماتش الاهلي، والجون ده اتكرر كتير جدا مع الزمالك. جميل. ادي برده نفس الصوره. الكره هنا وقت اتعملت لونج بول لاحمد سيد زيزو. انا نفسي اعرف هياخد اللونج بول ده فين؟ انت ممكن تقول لي هياخد اللونج بول ده فين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، مين اللي هيقدر يعمل سويتش معاه عشان زيزو يدخل لجوه العمق؟ يا اما ده يستلم في المساحه او ده يستلم في المساحه. في تباعد، في تباعد في الخطوط بشكل كبير جدا مراوي. وده اللي بيحصل فتره كابتن حسام حسن. هنروح للصوره اللي بعد كده. ماشي. الصوره اللي بعد كده تقريبا هي 11 صوره او 10 صور تقريبا ل 40 ثانيه من ماتش الذهاب اهو. نفس القصة. يلا بينا. الكرة موجودة، هنشوف الكرة موجودة فين تقريبا؟ الناحية اليمين دلوقتي. ده 40 صورة يا جماعة، عايزين إيه الريتم؟ هي 10 صور، لا 10 صور. مع إسلام ممكن قول لي على طول. الكرة بادئة من الناحية الشمال. ماشي. نفس الانتشار بتاعنا. حلو. إحنا موجود عندنا هناك عمر مرموش بيحاول ينزل عشان ياخد الكرة، مفيش باص بيتعمل في العمق. ليه مفيش باص بيتعمل في العمق؟ لأن مروان عطية من اللعيبة الكويسة جدا، والناس ومين كان بيلعب معاه تاني في نص الملعب؟ كان مروان عطية وفي نفس كان مروان عطيه في ماتش الذهاب. ماتش الذهاب كان مروان عطيه، حمدي فتحي تريزيجيه، زيزو الناحيه الثانيه، صلاح بيلعب عشرة. كويسين جدا كلاعيبه ديفندرات، ومروان عطيه لعيب كويس جدا انه بيعمل باسنج بتاعه كويس، ولكن احنا الاثنين عندهم مشكله ان هم ما بيعرفوش يعملوا باسنج اللي هو البروجريسيف باس اللي بيقدر تكسر بيه خطوط او في الزحمه دي. فالكره بتطلع من الشمال بتنزل عند الاثنين سنتر باكات، سواء مرموش بيحاول يظهر
بعدين محمد صلاح بيحاول يظهر، بعدين زيزو بيحاول يظهر، هتبص للصور كلها مفيش ولا باص اتعمل من عمق في عمق الملعب. جميل. مع ان الناس بتحاول تظهر. ليه؟ لان احنا عندنا لعيبه نص الملعب او الاثنين موجودين في نص الملعب، ده مش عيب يا جماعه. طبيعي ان لعيبه نص الملعب يبقى في اختلاف، في اختلاف في البروفايل. ريال مدريد كان عنده توني كروس بيعرف يعمل كده، تشاوميني واحد من اغلى اللعيبه في العالم ما بيعرفش يعمل كده. صح. وده مش عيب. كل واحد ولا دور، ولكن احنا بنقول ان انت النهارده عايز اللعيب ده يعمل دور معين، واللعيب اللي المفروض بيخدم على الطريقه دي هو مش موجود او مش متوفر ده في البروفايل بتاعه. نبص هنا الكره جت عند اليمين تاني، بيحاول محمد صلاح وزيزو يظهروا، ولكن مفيش حد عنده القدره ان يحط الكره في عمق الملعب. رغم ان الاثنين دول عندهم كواليتي باص، كواليتي استلام تحت ضغط ممتاز جدا. ده محمد صلاح وده احمد سيد زيزو. حلو. واحد من احسن لعيبه في العالم، واحد افضل لعيب محلي اخر 5 سنين. صحيح. فانت عندك الاثنين كواليتي دول مش عارف تستخدم، وفي النهايه خالص بتبدا ترمي الكوره نفس الكوره اللي فاتت بالظبط في ماتش العوده. يبقى انت سيستم اللعب عندك واحد، انت الانتشار مميز، ولكن الانتشار المميز ده وانت مش عارف تعمل بساط في عمق الملعب، فبالتالي انت مش تقدر تستفاد بيه بشكل كبير. وفي نفس الوقت الفرص الكبيره، الفرص اللي الـ 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 الخطر منتخب مصر قليله جدا في الفتره اللي فاتت. نفس القصه الباص بيترين. العوامل المشتركه اللي شفناها في الصور دي تباعد الخطوط بشكل بالزبط. مرعب. تلعب في 60 70 متر رعب. انت لازم تقرب الخطوط اكتر من كده. يمكن في كل الصور وانا بتابع تحليلك دلوقتي في تباعد كبير جدا ما بين الخطوط. ايه الحل بتاعه؟ انا هقول لك حاجه. هل لما بتلعب بيه مروان عطيه وحمدي فتحي انت محتاج 8، او محتاج حمدي فتحي اللي شفناه بيلعب مدافع وهو كابتن حسام بيقدر يلعب بيه في اكتر من مركز، محتاج ايه في الحته دي عشان تطور الشكل لنص ملعب منتخب مصر الهجوم؟ ماشي. اولا انت محتاج من العمق يعني من العمق. اكتر اولا انت محتاج لعيبه تستلم بين الخطوط، وده موجود سواء مرموش او سواء محمد صلاح او سواء زيزو، حاولوا يعملوا كده. الحاجه الثانيه انت محتاج لعيب يقدر يمرر بين الخطوط، وده مش موجود. فانت محتاج اللعيب الديفندر الثاني يبقى عنده، لو مروان، لو مش مروان عطيه، مروان عطيه مميز جدا في اللونج بول الصراحه، بيلعبها بشكل مثالي جدا. ومجرد ما بيحصل مساحه زي الكره اللي الجون الاولاني تقريبا في ماتش الذهاب، صحيح، الراجل عمل لونج بول ممتاز جدا بالمقاس والمسطره مميز لمحمد حمدي، لمحمد حمدي التاني. محمد حمدي والثاني، وعمل عرضيه لصلاح وصلاح سجل الجون. هي نفس بس هو الراجل مش مميز في ان هو بيعرف يطلع بالكوره، يطلع يحط البروجريسيف باس في 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 عمق الملعب. وللاسف احنا افتقدنا لعيب كمنتخب مصر الفتره اللي فاتت في النقطه دي، ولكن هو اللي وقع نفسه بنفسه. مستواه متراجع، فانت خلاص هتعمل ايه؟ هتروح تجيب لعيب مستواه واقع مش قادر يديك، فهتروح تجيبه بالعافيه هيلعب فيه؟ لا طبعا، مش هيحصل كده. بس انت محتاج النوعيه دي، محتاج على الجنب الثاني زي ما انت بتهاجم زيزو في اليمين، محتاج ناحية الشمال لعيب بنفس البروفايل بتاع زيزو. شايف افضل شكل المنتخب مصر بالمجموعه بالادوات اللي مع كابتن حسام حسن دلوقتي يقدر يعمل بيهم شكل كمان اكتر تنظيما في الملعب؟ احنا بنكسب ودي حاجه مهمه جدا، وانا بحب بصراحه في النهايه النتيجه. طيب النتيجه ان انا كسبت. انا عايز اقول حاجه، في نقطه مهمه جدا لازم الناس تاخد بالها منها. انت بتنتقد زيزو، هات وينج هو مش يعني ما يجيش يقعد وينج بس بره، هات وينج لعيب متكامل زي زيزو في الدوري المحلي، وما تقولش فلان، لان فلان هو لعيب كويس حريف، بس هل عنده استمراريه؟ لا للاسف ما عندوش استمراريه. هل يقدر يقوم بادوار مركبه يدخل في عمق الملعب؟ لا للاسف ما بيقدرش يقوم بادوار مركبه. هل يقدر يلعب لعيب 8 ارتكاز مساند؟ لا للاسف ما بيقدرش يقوم بلعيب بنفس الدور. هو الراجل فرض نفسه على كل المدربين اللي جم الفتره الاخيره، كارلوس كيريوش، روي فيتوريا، كابتن ايهاب جلال الله يرحمه، واخيرا كابتن حسام حسن. يعني 4 مدربين متتاليين لمنتخب مصر الراجل ثابت معاهم ما بين المراكز دي. صحيح. اكيد في حاجه غلط، الحاجه غلط انت اللي بتفكر فيها غلط. بالظبط، انت عايز اللعيب رقم 8 هو اللي يجيب الاهداف، والشق الهجومي بالكامل محمد صلاح وتريزيجيه ومرموش او مصطفى محمد هم عادي جدا انه ما يجيبوش محمد صلاح جاب كام جون في امم افريقيا اللي فاتت؟ هل ده تقصير من محمد صلاح؟ لا طبعا، بس مش تقصير محمد صلاح، في مشكله في سيستم اللعب بتاع المنتخب وصلنا ان احنا مش قادرين نستفاد من واحد من افضل 4 لعيبه في العالم. فبالتالي في مشكله سيستم. ما تروحش بقى تقول لي اصل فلان
لا ما فلان ثابت مع الاربع مدربين بالزبط. الاربع مدربين الكويس الكويس والوحش والمتوسط واللي ملحقش ياخد فرصته الراجل ثابت معاهم صح. فدي مشكله عندك انت او مشكله في الراجل اللي بيدرسلك الافكار في النقطه دي بس مشكله تانية برضو خلي بالك يا اسلام شفتها للاسف حاجه يعني كانت مخزيه وهو دونجا خارج في ماتش الذهاب في استاد القاهره ما هي دي اللي انا قلت عليها الجماهير دي اللي انا قلت عليها هتفوا ضده وشتموه وهو لابس تيشيرت منتخب مصر ما دي اللي انا قلت عليها ده منتخب فايه العقليه الغريبه دي ما ده اللي انا قلت عليه ده السؤال اللي انا سالته لك في الاول وده كان هدفي كده فما كنتش حابب اقول كده عشان لا ما فيش مشكله بس ده اللي انا حبيت اتكلم فيه حاجه يعني موقف يدعو للاستغراب عماد متعب وهو بيسجل الجون هي عماد متعب ده لابس تيشيرت منتخب مصر طبعا مش لابس تيشيرت حد تاني فما تيجي نبص لحاجه لازم نبص لحاجه بعقلانيه والوحش لازم نقول له انت وحش وحش عشان انت واحد اتنين تلاته انما تيجي اللعيب طب ما تبص لمستواه بص للبروفايل اللي مطلوب منه بص الاداء اللي هو مطلوب منه الحقيقه الامور في مصر والميديا في مصر السوشيال ميديا السوشيال ميديا في مصر بقت تصنف الحاجه مش على حسب الحاجه الفنيه والتكتيكيه أهواء. على حسب ما هي الاهواء ولون التيشيرت ودي مشكله كبيره جدا كارثه وللاسف هي كارثه كبيره جدا بتتحكم في دماغ الناس بشكل كبير ووعي الناس القرار بشكل كبير جدا وبمرور الوقت بتزيد يعني الكلام ده احنا ساعة كابتن حسن شحاتة كان في ترابط قوي جدا بالظبط الموضوع من بداية انتشار السوشيال ميديا بدأ يتلاشى ويقل بشكل كبير جدا لحد ما بصينا دلوقتي وهو لاعب خارج بعد تدريبات منتخب مصر او بعد مباراة لمنتخب مصر ان في جمهور من جمهور منتخب مصر بيهتف ضد او بيشتم يا احمد كل المنتخبات في العالم بتحاول تقوي نفسها باكتر العناصر الكويسه على قد ما تقدر انت بتروح تخلي المنتخب بتاعك يخسر واحد من اهم العناصر عنده بسهوله كده عشان تقعد تهاجم فيه طول النهار خلاص خلي زيزو مش موجود مين بديل محمد صلاح ماشي زيزو هيقعد دكه وزيزو خلاص بقى ده وحش وما راحش المنتخب مين بديل محمد صلاح مين ما تقول لي مين بديل محمد صلاح يعني حتى مصطفى فتحي كابتن حسام ما بيعتمدش عليه مصطفى فتحي عشان الادوار الثانيه وغيره 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 يا جماعه الكوره ما بقتش ترقيص وبس الكوره ما بقتش دريبل وبس الكوره ما بقتش حرفنه وبس الكوره بقت وعي بقت ان انت تبقى لعيب متكامل ازاي تبقى لعيب ذكي ازاي تبقى لعيب تكتيكي تقدر تقوم بالادوار اللي المدرب طالبها منك بشكل كبير جدا ونسينا نعد مدرب من المدربين دي روجيريو ميكالي هو ميكالي برده ما كانش عنده نظر هو ميكالي من اول الناس اللي كان حاططهم اختار زيزو طبعا رغم ان عنده وينجات كويسه بس صحيح فالامانه الامور ما بقتش تقاس في مصر بالشكل الواعي والكافي اللي هو يقدر يتحكم في دماغ الناس بشكل كبير جدا. وصلنا لامم افريقيا المغرب النسخه اللي جايه شايف ازاي مشوارنا في كاس العالم؟ احنا كسبنا مع فيتوريا مباراتين مع كابتن حسام مباراه وتعادلنا مباراه. شايف مشوارنا ازاي لكاس العالم؟ هل الدنيا قربت؟ اعتقد يعني اعتقد الدنيا قربت واحنا في السيستم الجديد الموضوع بقى يعني لا احنا المفروض طموحنا في السيستم الجديد ان احنا نتخطى كام دور في كاس عالم مش ان احنا نروح كاس عالم لان عيب قوي منتخب مصر اكتر منتخب سجل اكتر منتخب حصل على امم افريقيه واحد من اكبر المنتخبات في القاره عنده واحد من احسن اربع لعيبه في العالم واحد من احسن لعيبه في الدوري الالماني ومرشح للانتقال بشكل كبير جدا للبريمير ليج واقول لك حاجه يا احمد على فكره بالمناسبه دي من خلال شغلي دي معلومه مش استنتاج عمر مرموش كان عنده اوفر من نادي كبير جدا في اوروبا هو مش في البريمير ليج ولا في الليجا كان عنده اوفر من نادي كبير جدا ولكن في حاجه بيسموها محيط اللاعب هو عمر مرموش والده عامل حاجه كويسه جدا ليه ان هو عامل تيم حوالين اللعيب وكيل ومدير اعمال وسوشيال ميديا وماركتنج وعامل حاجه محترمه جدا حول اللعيب هم الناس دي اللي بتتحكم في القرار اللي حول اللاعب عمر مرموش متفرغ بس اللعب والناس دي اللي بتفكر له في قراراته اسم النادي عارفه يعني تقول انا عارفه بس يعني لا ما هو عشان لسه الشغل صراحه فلان لا هو ما حصلش كان هينتقل وما حصلش في حاجه رسمي للامانه هو حصل من مدير رياضي النادي كان اتكلم مع وكيل مهم في اوروبا عنه والوكيل المهم في اوروبا وصل عن طريق حد يعني يعرفه هو جاله عرض خلي بالك يا اسلام في بدايه الموسم ب 40 مليون واينتراخت فرانكفورت رفض وقالوا دي مش القيمه التسويقيه بالظبط كان اقل من 40 مليون شويه كمان بس هو والده حسبه يعني الكلام كان ان النادي نفسه مش هيقدر يوفر له دقائق كتير فهو لا هو عايز يروح نادي يكون لا رجله في الملعب مش عايز يروح يقعد على الدكه كلام في يناير ان ممكن نادي في البريمير ليج ليفربول توتنهام انا بخاف من الانتقالات بتاعه يناير دي جدا خاصه في البريمير ليج ده دايما محتاج هو يعني عارف انت هو الدوري الالماني البوندسليجا شويه قريبه من الاجواء والسيستم والكره السريعه في الدوري الالماني جدا
والاشكال على فكره الدوري الالماني مهضوم حقه بشكل كبير جدا تكتيكيا ومستوى المنافسه فيه. هو بايرن بس الكام سنه اللي فاتوا هو اللي قتل المتعه هناك، ولكن لو بصيت لهناك كميه مدربين خرجوا من الدوري الالماني. راجل المدرب نسيت اسمه، مدرب بتاع برايتون جاي من الدرجه الثانيه في الدوري الالماني، راح برايتون لمجرد بس ان الراجل عنده افكار، عنده ايدنتيتي بتتماشى مع الايدنتيتي بتاع برايتون. فلا الكره الالمانيه الفتره دي توماس توخل في جدا. فليك في في ناس كتير توماس توخل راح مسك منتخب الانجليزي بس فادي النقطه. فاعتقد ان مرموش ان شاء الله الفتره الجايه نشوفه في مكان كبير جدا في البريمير ليج. انا اتوقع ان هو يروح ليفربول كده، عندنا الجناحين في ليفربول المصريين يعني مو صلاح ومرموش. طيب تعال نروح نادي الزمالك. يلا بينا بقى. نادي الزمالك عنده مهمه صعبه جدا امام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المحلي. شايف ازاي افكار جوزي جوميز؟ والراجل ده شفناه في فترات سابقه بيتعامل مع المباريات الكبيره بشكل محترف جدا ومحترم جدا وبيقدر يتخطاها. قبل ما نشوف حظوظنا امام بيراميدز، عايزك تكلمني على جوزي جوميز والراجل ده وتجربته لحد دلوقتي مع نادي الزمالك. ماشي، خلينا نعمل له ريفيو سريع كده الراجل. يلا بينا. انا في البدايه في احيانا كده كان بيحصل لي لحظات شك في الراجل، ولكن عارف لما تتفرج على الماتش وانت متوتر غير لما تبدا تتفرج على الماتش وانت هادي. هو على اللونج تيرم في الدوري دي جراءه منك على فكره وبحترمك جدا انك قلت ان في لحظات. لا انت ما قلتش كده، ما بحبش اركب الموجه الصراحه. بس انا مع الوقت ومع خلاص مع نهايه ماتش السوبر الافريقي لازم نتكلم في نقطه مهمه جدا، ان لحظات الشك دي كانت بتحصل ان الراجل بيتم ترقيع بعض المراكز بسبب غياب لعيبه معينه. صحيح. احنا دخلنا ميركاتو يناير كان وقت ضايق جدا، رحت عشان فك قيد فرحت جبت لعيبه ما قدرتش تقفل اماكن معينه، فانت بدات ترقع بعض الاماكن بلعيبه معينه، زي مثلا ابراهيم انضاي اللي كان بيلعب باك شمال في ماتشات معينه وهو لعيب هو مش مركزه. انا مش هلومه، مش حتته. صحيح، انا مش مركزه للاسف كان بيلجأ نفس الغلطه بتتكرر كل ماتش، ولكن انت ما عندكش حل تاني غير الراجل ده، هتعمل ايه؟ الناس كانت بتطالب بلعيبه تانيه، ولكن الراجل بيبقى موجود مع اللعيبه طول السبع ايام او الست ايام اللي قبل الماتش، هو اضرب حاله اللعيب. انت ممكن تقول وجهه نظرك من بره، ولكن انت مش موجود جوه، وارد يكون اللعيب ده عمل مشكله. تعال نقول حاجه، الراجل ضاف حاجه مهمه جدا للزمالك اخر 10 سنين ما عملهاش افضل المدربين دخلوا نادي الزمالك الفتره الاخيره. دي ايه دي؟ الماتشات الكبيره. اه الراجل عمل هويه للزمالك في الماتشات الكبيره. مع فيريرا، مع جروس، مع باتريس كارترون، اي حد فيهم حاول يلعب على الاستحواذ او يمسك كوره او يلعب على هويه معينه كنا بنخسر في الماتشات الكبيره. وانا هنا قلت ان انا بخاف من المدربين اللي بيبقى عندهم هويه استحواذ في الماتشات الكبيره بالذات. انا قلتها هنا الامانه. صحيح. ايوه. وقلت انا بحب في اللقاءات الكبيره دي بحب الراجل البرجماتي جدا. ورغم ان انا في حاله من حالات الناس هجمتنا هنا بعد ماتش نهائي الكاس اللي حصل في السعوديه، عملت اتكلمت عن ان الراجل قد ايه عمل ماتش كويس جدا، والناس قالت انت امال ده خسران. بس احمد عفيفي قال جمله عجبتني قوي. ايه؟ قال جمله حلوه قوي، قال في ماتش نهائي الكاس اللي في السعوديه الزمالك خسر ولكن جوميز ما خسرش. تكتيكيا ان الراجل عمل ماتش ممتاز جدا بهفوات مش معمول حسابها، او مش معمول حسابها، انت مش تمسك رجل لعيب عشان يحصل ما يغطيش له اوفسايد، او مش هتحط رجل لعيب ومحطوط رايح انفراد، هتعمل ايه تاني؟ انت عملت كل اللي عليك كمدرب. صحيح. لو رحنا لماتش مثلا نهضه بركان، ماتش نهضه بركان الزمالك لعب جيم استحواذ مهم جدا، اول تلت ساعه الزمالك مضيع ثلاث اجوان باسهل حلق المرمى، ماتش حسام عبد المجيد في العارضه كتير. دي الهويه ودي الشخصيه اللي الراجل ضافها لنادي الزمالك. جميل. ماتش الكاس في السعوديه هويه شخصيه كبيره جدا عملها نادي الزمالك. وماتش دريمز الغاني انت متعادل 0-0 هنا، لو رجعنا قبل كده الماتشات دي انت عادل 0-0 على ارضك هتروح بره تعمل ايه؟ بيكسب 3-0. فدي الهويه. نروح بقى لحاجه ثاني، ماتش نهضه بركان هناك في المغرب بعد ربع ساعه انت خسران 2-0. صحيح. انا يعني هنغمض عيننا كده هنقول ان الماتش ده هيروح لسكور، ونرجع لنتيجه الزمالك قدام النجم الساحلي مع 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 فيريرا. تخيل مدرب كبير زي ده الدنيا سرحت منه. فالامانه واحده من النقط اللي تحسب لجوزيه جوميز هي الشخصيه اللي ضافها لنادي الزمالك والثقه اللي ضافها للعيبه. بس كده لا، الايمان اللي خلاه اللي وصله للعيبه بفكرته وبالافكار وبمبادئ اللعبه بتاعته. يعني الراجل كان ممتاز جدا انه قدر يخلي اللعيبه تبقى عندها ايمان بافكاره. اللعيبه دايما بتبقى عندها ايمان بافكار المدرب لحد ما يحصل ايه؟ لحد ما يستقبل جول.
مجرد ما اللعيب يستقبل جون اللي خلاص اللعيب الايمان بافكار مدربه بيبدا ينهار. وده اللي حصل بعد لقطه ركله الجزاء في ماتش السوبر الافريقي. الراجل راح قاعد على الكرسي، انا بقيت خايف جدا انه يبدا يفقد ثقته في نفسه. انا عامل كل حاجه كويسه، لاعب جيم كويس، بخرج بالكوره من تحت ضغط، رغم ان مارسيل كولر في اول ثلث ساعه بيضغط ضغط شرس جدا من فوق عشان يحرمك من الكوره وعشان يعمل لك حاله شوشره في افكارك وتبدا تتراجع عن افكارك انت بتنام وتبدا ما تبنيش بالزبط. زي ما انت عايز. طيب نروح بقى لنقطه ثانيه. الراجل في ماتشات افريقيا هو نقطه مهمه جدا وعنق زجاجه بالنسبه له عبد الله السعيد في عمليه الخروج بالكوره، وفي الجزء الثاني ناصر ماهر في عمليه الربط بين الخطوط واللينك اب وانه اتحرك في دار المهاجمين. طيب انت رحت افريقيا بتلعب بين دول الاثنين دول، هتبدا تعمل ايه؟ الراجل بدا يجيب فكره الانفيرت فول باك وهي واحده من افكار بيب جوارديولا، وبالمناسبه استخدمها اوساريو قبليه. الانفيرت فول باك هي فكره مهمه جدا، اللي هو الباك اللي بيقدر يدخل في عمق الملعب يخرجك بالكوره ويرجع مكانه تاني، وانت مستحوذ بيعمل بيقوم بدور الديفندر التاني. طيب دي عمليه مهمه جدا ان بيخليك يعمل لك كثافه وانتشار عددي مهم جدا في الممرات الخمسه فوق، فبالتالي قيمه الاستحواذ عندك او البرسنتج بتاعت الاستحواذ بتزيد، وان انت تحط الكوره في اي ممر من الممرات بتزيد، وسهل جدا تعمل مساحه في اي مكان في الملعب مع الوقت. طيب هل اي باك ممكن يجي ويقوم بالدور ده؟ لا طبعا، انت لازم يتوفر فيك البروفايل اللي يقدر يستلم بظهره للملعب، انه يعمل باسنج في قلب الملعب ويقدر يعمل باص، يقدر يعمل باص بين الخطوط، او يقدر يعمل لونج باص. واحمد فتوح بتتوفر فيه الميزه دي بشكل كبير جدا. حلو، نروح للنقطه الثانيه. وانت معاك الكوره خلاص طلعت الثلث الاخير، انت بتجيب الديفندر يتمركز عشان ياخد السكند بول، وبتجيب الراجل الانفيرت فول باك اللي هو الباك اللي اتحرك لعمق الملعب ده عشان يتمركز جنبه. ايه اللي المفروض تتوفر فيه؟ حاجه من حاجتين مهمين جدا، اول حاجتين لازم توفر فيه ان هو بيعرف يقطع كوره. اول حاجه الثانيه المهمه انه بيتوقع مسار الكوره، بمعنى ايه؟ يعني بتوقع الباص رايح فين، او بتوقع ازاي الخصم هيوجه الكوره بتاعته فين. واحمد فتوح من اللعيبه الكويسه جدا في النقطه دي. لو رحنا للصور اللي معانا هنشوف ده اللي حصل في ماتش نهضه بركان، وبصراحه جوميز عملها بشكل ممتاز جدا وكانت مؤثره جدا في نتيجه الماتش. لا احنا نروح للصوره من الاول. في صوره قبلها، الصوره اللي قبلها، لا في صورتين قبل دي تقريبا. في صوره قبل دي بقى على طول، معلش في صوره قبل دي على طول. طيب خلينا في دي، خلينا دي ان دي اول واحد. ماشي، انا لان في جزء مهم لو جات لك قول. طيب خلاص، الصوره اللي قبل دي كان احمد فتوح متمركز قدام الاثنين لعيبه نهضه بركان. صحيح، فلعيبه نهضه بركان كانوا يقينين جدا، ومعين الشعباني كان عنده يقين جدا وكان واعي جدا للنقطه دي انه هيستخدم احمد فتوح عشان يطلع بيه في قلب الملعب. ايوه، في اللاينسز بتاع الاتحادات بيقول لك هي دي. هي دي، ماشي. هنا هنشوف احمد فتوح داخل عمق الملعب، المساحه موجوده فين يا احمد؟ أي. المساحه موجوده في الشمال خالص، والاثنين واقفين مستنين احمد فتوح يستلم الكوره. احمد فتوح حس انه هنا خلاص ملوش لازمه، دوره مش كويس، او هنا عامل زحمه، حس ان هو في خطر، في خطر. اللي في اثنين ضاغطين عليه، هيعمل ايه؟ بدا يتحرك في ظهر الاثنين في الصوره اللي بعد دي. اما اتحرك في ظهر الاثنين، انت هنا في اللاينسز دايما وانت كمدرب بتروح تاخد الكورسات او الرخص بتاعه الاتحادات القاريه، بيقول لك انت بتحط حاجه تكتيكيه ويقول لك ايه واطف، ايه الخطه البديله؟ أيوة. لو اللعيب اللي انت مثلا عايز تطلع عليه اتقفل عليه. أيوة. ايه الخطه البديله؟ الخطه البديله هنروح في الصوره اللي بعد كده لما احمد فتوح اتقفل عليه، ان ابراهيم انضاي نزل قام بدور الباك الشمال او الوينج باك الشمال. فهنا المساحه احمد فتوح اتقفل عليه، الباص هنا طلع لمين؟ لابراهيم انضاي. هنبص هنا، نستنى بقى هنا، هتبص فوق هتلاقي مين؟ زيزو، محمد شحاته، احمد حمدي، سيف الجزيري. انت عندك اربع لعيبه مالين الخمس ممرات، فانت هنا الباص بتاعك هيبدا يطلع سهل وهيترمى في اي حته في الملعب، هتلاقي اللعيب بتاعك موجود. جميل، الصوره اللي بعد كده يا جماعه هنشوف ان احمد حمدي قام بدور ممتاز جدا، وده طبعا تبع تعليمات جوزيه جوميز. احمد حمدي اتحرك هنا وخد الباص، في الوقت اللي احمد حمدي بيتحرك فيه ياخد الباص، هنشوف ان سيف الجزيري بيسحب معاه حد، وزيزو قايم بدور بيتحرك في دار سيف الجزيري، ومحمد شحاته في نفس الوقت بيبدا يتحرك فين؟ في المساحه. ده دور مهم جدا لاحمد فتوح. نروح للجزئيه الثانيه، لما بنبقى ماسكين الكوره في الثلث الثاني، الصوره اللي بعد كده، التمركز بتاع احمد فتوح. هنا ده التمركز اللي بيضمن لك دايما الكوره الثانيه، لان انت لو فريق بتستحوذ ومش متمركز كويس عشان تاخد الكوره الثانيه، فاي مرتدات او دي بنسميها الرقابه الوقائيه. يعني ايه الرقابه الوقائيه؟ طول ما انا معايا الكوره، اللعيبه اللي معايا عندي لعيبه معينه واقفين في اماكن معينه عشان تمنع التحولات بتاعه الخصم،
بتحمي نفسك من المرتدات. هنا دونجا واحمد فتوح كانوا عاملين دور هايل جدا، وده كان شهر دونجا للامانه، الشهر بتاع نهايه الكونفدراليه. صحيح. واحمد فتوح كانوا عاملين دور هايل جدا في الاسترداد السريع للكوره. جميل. الصوره اللي بعد كده، الصوره اللي بعد كده بقى دي ما قبل الهدف. شفت بقى ان انت مدرب افكارك تخدمك، بتخدمك بطريقه مباشره وغير مباشره. صحيح. هنا الكوره دي كانت لعب اوبن جيم عادي خالص، مش ضربه ركنيه ولا حاجه. احمد عمر جابر عمل اوفر لاب قبل الكوره لمحمد شحاته وعمل الاوفر، ولما عمل الاوفر الكوره اتشتتت، احمد فتوح واقف فين؟ بس دي كانت ركنيه، لو هي كره الجول كانت قبلها لا في ركنيه. ما انا هقول لك بقى، ما ده جايبها لك من الاول، ما انا بقول لك افكارك بتخدمك بطريقه مباشره وغير مباشره. ماشي. عمر جابر رفع الاوفر، والاوفر لما رد مين اللي واقف هنا عشان ياخد الكره الثانيه؟ احمد فتوح. نروح للصوره اللي بعد كده، في لعيب من نهضه بركان لمس الكره بدماغه، وده اللي انا بقول لك عليه احمد، توقع مسار الكره والكره في الهواء. احمد فتوح بدا ياخد 3 4 خطوات للورا عشان يبدا يضمن الكره وياخد الكره في رجله. نروح للصوره اللي بعد كده. طيب الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعد كده احمد فتوح خد الكره، الصوره اللي بعد كده وبدا ابراهيم انضاي يتحرك له في المساحه اللي هو سايبها له، وخد الكره ابراهيم انضاي وحصل منها الفاول اللي قبل الكورنر واللي جه منه ليه الهدف. كان فاول. بالظبط، فاول واتلعبت، والفاول اتلعب للكره طلع راح كورنر والكورنر رجع جه منه جون. تخيل انت، انا بقول لك هنا افكارك كمدرب بتساعدك بطريقه مباشره وطريقه غير مباشره. صحيح. ودي قيمه المدرب الكبير اللي بيلعب على افكاره وبيقدر يستغلها. طيب هل افكار لوحدها كفايه؟ لا، اقول لك على حاجه، تركيز اللعيبه بشكل كبير جدا هو اللي بيساهم في كده. طب قول في حاجه ثانيه عايز تقولها؟ بس طبعا عايز. طيب لما غاب احمد فتوح عن نادي الزمالك، شفت القصه دي مع بنتي حصل مفاجاه السوبر الافريقي؟ شفت ازاي كمان اداء الراجل ده بيلعب في اجواء صعبه جدا، بتكلم عنه في المقدمه، لعب في اجواء صعبه جدا. واول ماتش قلنا انت الاجواء انت كنت موجود هناك يا بختك. اول مباراه انا طبعا شفته وهو عمل اداء وجيم دفاعي محترم جدا وجيم متوازن، يعني هو كمان عمل كان مفتاح لعب، كان بيسند عليه دايما ناحيه شمال. لعيب رايق، لعيب ما بيتخضش، لعيب كبير عنده ثبات، بيقدر يستلم الكوره ويلف وش، لعيب كبير. انت بقى شفته ازاي؟ انا شفته من الملعب، انت شفته ازاي بقى وانت بتتفرج؟ هو انا كنت متخوف من حاجه مهمه جدا. انا الحقيقه ما كنتش شفت اللعيب قبل كده. كل اصدقائنا السكاوتنج المتابعين كويس جدا، مصر ما شاء الله فيها شباب كويس جدا في موضوع السكاوتنج والتحليل، والمجال ده جاي في مصر بشكل كبير، ونادي الزمالك واحد من اوائل الانديه في مصر اللي بدا يستخدم قصه السكاوتنج دي ويفتح الباب لناس كتير جدا ان هم يبداوا يبصوا الحاجات دي. وصفقات يناير اللي اغلبها جايه عن طريق سكاوتنج النهارده منوره، وفعلا حاجه شمعه مضيئه في نادي الزمالك. صحيح. كانوا بيتكلموا ان ما بينتاج اختلاف بينه وبين فتوح، ان بينتاج من الباكات اللي دايما ماسكه الخط، بس هل يقدر يدخل لعمق الملعب ولا لا؟ ولكن الراجل فاجئنا خالص. ليه بقى فاجئنا؟ كنت متخوف لان الزمالك في ماتش الكاس بتاع نهائي الكاس اللي حصل اللي اتلعب في السعوديه كان بيعمل حاجه، بيحصل حاجه من اثنين، ان عبد الله السعيد دايما هو التارجت بتاع الزمالك في الخروج بالكوره. صحيح. فبالتالي انت كنت عامل حسابك كاهلي انه يطلع بالكوره على عبد الله السعيد فرقابه طول الوقت. عمرو السوليه كان طول الوقت في ظل عبد الله السعيد، حتى لو عبد الله السعيد خرج يشرب ماء كان عمرو السوليه مش هيسيبه، دي كانت بتعليمات من مارسيل كولر. ايوه. واحنا عندنا مشكله ان دونجا كويس في حاجات كتير جدا، بس دونجا من اللعيبه القليله جدا انه يعمل ريسك انه يلعب باص في عمق الملعب. فدونجا بساطه اغلبها بساط اللي هي عاديه، فمش هيرمي بساط بتاع. فهنا كان الخوف كله هنطلع ازاي وهنخرج ازاي بدون وجود عبد الله السعيد. بس دونجا لما بتتوفر له المساحه بيقدر يعمل الباص اللي انت بتقول عليه ده، عمله مره في الداخليه لعمر جابر، عمر جابر حط لما بتوفر مساحه. بس انت بتلعب قدام حد زي كولر وهو طول الوقت متحفظ طبعا قدام الزمالك. ماشي. وده دايما بيقلل المساحات. حلو. طيب اول صوره هنا محمود بنتايج واقف فين؟ واقف فاتح عرض الملعب خالص جدا. حلو. مجرد ما الكره بقى تنزل، روح للصوره بعد كده. هنروح للصوره، هنروح للصوره بعد كده. اهي الصوره، الصوره بعد كده. هنا بنتايج نازل يقوم بالدور اللي احمد فتوح نزل بيه، بس هو مش بينزل لعمق الملعب خالص. هو بينزل في الهاف سبيس اللي هي في التلت الملعب الاولاني بتاعنا. وهنا لو ركزنا في الصوره ان بنتايج بينادى على مصطفى شلبي عشان ينزل، فانت تعمل استريتش الملعب، فانت لو الكوره ما خرجتش على البنتايج هتخرج على مصطفى شلبي، نفس اللي حصل مع ابراهيم نضاي. وده قيمه الوعي وقيمه ان افكارك بيطبقها لعيبه هم مركزين بشكل كبير. حلو. هنا بنتايج التارجت ما راحتلوش الكوره، الكوره راحت لمين؟ لمصطفى شلبي. مصطفى شلبي قام بدوره.
شوف بقى مجرد ما الكرة الباص طلع لمصطفى شلبي بنتايج عمل دور مهم جدا وعمل اللف الترن وبقى وشه للملعب وخد الباص اللي عمله مصطفى شلبي البنتايج وبنتايج بدا يعمل هجمه بتاعته وطلع لحد ما تقريبا وصل للثلث الثاني من الملعب والثلث الثالث وعمل شوف هنا بقى هو الراجل لو رفع عينه الناحيه الثانيه كان زيزو رايح شبه انفراد وهل زيزو اتعامل معاه فاول في الكره دي تقريبا لا مش دي اللي واحده ثانيه هل زيزو بياخد نفس الدور ده في المنتخب لما ياخد نفس الدور ده في المنتخب يا جماعه يبقى تعالى انتقد زيزو براحتك بس هل بياخد نفس الدور لا طبعا وفي الاخر الباص اتعمل لسيف الجزيري وخدنا من الكوره دي رمي التناسي تقارب الخطوط كان مهم جدا في بالزبط. فرقه نادي الزمالك انا بالظبط انا كنت قلقان جدا من ان هو الراجل يقدر يقوم بالدور ده طيب حاجه ثانيه هنروح اللي بعد كده احنا عندنا حالات بعد كده على طول قول هل الراجل بنتاي كان بيعمل كده بس لا الراجل كان عنده وعي كبير جدا حتى في توسيع الملعب حتى ان احنا لو ما طلعناش عن طريق عبد الله السعيد كنا بنحاول نطلع عن طريق بنتايج وهو واقف موجود على الطرف دي الصوره اللي انت عايزها الصوره دي عبد الله السعيد هنا الكره مع حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد بيطلب من حسام ان هو يصبر يعني كان لو كان قبلها كده ولو ركزنا عبد الله بيشاور لحسام عبد المجيد ما تطلعش بالكره دلوقتي او ما تعملش باص دلوقتي لانها كلها باصات استهلاكيه هنروح للصوره اللي بعد كده لسه بنتايج واقف بره شوف عبد الله السعيد واقف فين وبنتايج واقف فين التارجت هنا مين اللي ما استلمش الكره ايوه عبد الله السعيد المساحه موجوده فين عند بنتايج طول ما عبد الله السعيد واقف في عمق الملعب بنتايج فتح قلب الملعب وهنا بدا دونجا يتحرك ويعمل باص روتيني مع حسام عبد المجيد عشان يفضي المساحه للناحيه الثانيه لناصر ماهر هنروح نشوف الكره بعد كده مجرد ما بنتايج بدا يستلم الكره عبد الله السعيد فتح له واتحرك له على الخط وبعد ما سحب الضغط عبد الله السعيد لما اتحرك على الخط فتح المساحه لمين لبنتايج هل بنتايج سلم الكره وفضل واقف لا هو ده الوعي اللي احنا بنقول عليه صحيح اتحرك بقى في الكره دي وهنا عمل مساحه دي الكره اللي خدها بنتايج وعمل الانطلاقه بتاعته وخد منها الفاول اللي لعبه زيزو على مرتين تقريبا هنا دور وقيمه ان انت يبقى معاك لعيب عارف هو بيعمل ايه كويس جدا لو رحنا للصوره اللي بعد كده الصوره اللي بعد كده شوف مين اللي عارف مين اللي واقف هنا ده بنتين المساحه فين في المنطقه اللي على السهم ما بين الباك رايت وما بين الاثنين سنتر باكات هنا مصطفى شلبي برضو واقف فاتح الملعب لو بصينا الكره موجوده فين هنروح للصوره اللي بعد كده روح للصوره اللي بعد كده الكره نزلت جت هنا شوف بنتاج اتحرك راح فين راح في المساحه وده قيمه ان انت يبقى عندك لعيب عايم بالدور بتاعه وبشكل واعي جدا في جزئيه تانية للامانه بص برضو الكره راحت والراجل بدا يتحرك يقوم بدور المهاجم الثاني مع انه باك شمال في جزئيه تانية الحقيقه يعني اعتقد المهم ما لحقتش ابعت الصور بتاعتها وهي جزئيه ان انت عندك مدرب بيعرف يقرا الخصم اللي قدامه بسرعه وبيعرف يتعامل معاه بشكل كبير جدا الشوط الاول يحيى عطية الله تقريبا ما طلعش غير مره او اتنين وده بسبب ايه؟ ان انت بتعمل مواقف عدديه على زيزو ان زيزو ما يستلمش في موقف واحد على واحد ان زيزو ما يستلمش يروح السنتر باك فيس تو فيس خالص او يروح 1 في 1 فانت هنا طول الوقت مثبت يحيى عطية الله عشان زيزو ما يحصلش او ما تستخدمش زيزو في المساحه دي الشوط الثاني الراجل قراه بشكل كبير جدا ودي قيمه جوميز في الماتشات الكبيره ان واحد بيقرا يدير الماتش بشكل كويس جدا وبيقدر يطبق افكاره بشكل سريع. لما قرا كده الشوط الثاني بدا يميل ناصر ماهر على زيزو وعشان في يعمل كثافه عدديه فانت بقيت تروح 2 على 2 و3 على 3 او 3 ضد 4 ودي مواقف عدديه ممتازه جدا في الثلث الاخير بتاع الاهلي. دي جه منها الشوطه بتاعت زيزو اللي هو محمد الشناوي صدها على مرتين وناصر ماهر كان ممكن ياخد منها بنالتي، نفس الكوره اللي قبل الجون كان عمر جابر رفع نفس الاوفر بس الفرق بين الجزيري وبين ناصر منسي ان الجزيري اتحرك من البعيده من القريبه على البعيده فياسر ابراهيم قطع قبل الجزيري وراح واخد الكوره كان وطلعها ساعتها كلنا بصينا تخيلت ان ياسر ابراهيم حطها في الجون نفس الكوره بالظبط بتاعت الجون وبرده في كوره الجون هنشوف ان عمر فرج اتحرك راح على يحيى عطية الله في نفس الوقت بقى عمر فرج وعمر جابر في نفس الوقت اللي زيزو دخل فيه في عمق الملعب فدي قيمه ان انت يبقى معاك مدرب عنده مش بس بيحضر للماتشات بشكل كويس وكمان التدخلات وقرايه الخصم بتتم بشكل ممتاز جدا فده الريفيو اللي انا شايفه ده الريفيو السريع اللي انا او الطويل شويه لجوميز الفتره الاخيره شايف ازاي سوبر المصري طيب بص اقول لك حاجه شايف ازاي السوبر المصري في اول مباراه لان المباراه
اللي هتلعبها مع بيراميدز هي الاهم بالزبط. بالنسبه لك بعد ما تكسبها او بعد ما تتخطاها بفكر في اللي بعدها. ماشي. هو انا عندي تعليق او كومنت ان انا كسبت 45%، ما فيش الكلام ده يعني الصراحه، لا ما فيش، دي مباراه وبعد كده افكر في اللي بعدها ان انا بقى عايز اكسب. الزمالك في مباراه، مع احترامي ليه، ما فيش الكلام ده خالص. انت عندك كل ماتش انت بتاخده بماتش. لا انت قلت مستغرب ايه اللي هو رئيس رابطه الزمالك في الامارات قال لك انت لو كسبت بيراميدز لا احنا 45% البطل. لا 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 الكرة هو ما بتعترفش. انا قلت له حتى لازم نفكر بالزبط. في الكوره ما بتعترفش بالماتش ده خالص. كل ماتش حتى لو هتلاعب فريق درجه ثالثه، ماتشات النوك اوت دي لها حسابات خاصه طبعا. بس انت الماتشات النوك اوت دي هو فريق لو لعب 90 دقيقه بشكل كويس واللعيبه كانت فوكس بشكل كويس وطبقت افكار مدربها بشكل كويس. خلي بالك يا احمد، خلي بالك هو ليه غرض برضه من انا عارف ان هو عايز الناس تبقى هو برضه يعني انا طبعا بفترض حسن النيه طبعا كلام احمد نبيل انه عايز الناس تروح وما تستهترش بان المباراه بتاعت بيراميدز دي مش مهمه، لا مهمه صح. فلازم تكسبها، فهو بيحشد الناس طبعا صح. ودي ده امر ايجابي جدا برضه. خلي بالك اقول لك حاجه يا احمد، افكار مدربين هي المدربين كتب مفتوحه لبعض. الفرق في التاتشات البسيطه جدا، يعني الفرق في التاتش البسيط. كولر عارف ان جوميز الرئه بتاعته عبد الله سعيد في الخروج بالكوره، التاتش البسيط ان انت هتوفر البديل اللي هيخرج الكوره عن طريق بعيدا عن عبد الله السعيد ازاي؟ تعوض غياب بادونجا بمين؟ ده بقى نقطه مهمه جدا. قول لي بقى. انا مش هقول لك كاسلام، هقول لك جوميز اعتقد انه هيبقى زياد كمان. مش حد تاني، الناس بتتكلم في محمد شحاته، ولكن محمد شحاته هو لعيب اكتر مايل لمركز 8 اكتر، بيطلع في الهاف سبيس في على الاطراف اكتر، بيعرف يعمل سويتشات اكتر. الناس محمد شحاته يعني في الاصل هو كان لعيب بلاي ميكر وينج، فبعدين اتوظف في مركز 8، فما اعتقدش ان محمد شحاته ممكن يقوم بدور السته الا بقى لو حصل مفاجاه من جوميز في الماتش. اعتقد ان زياد كمال هو اللعيب اللي ممكن يساعد جوميز في النقطه دي. مين يلعب جنبه؟ مين شكل نص الملعب بالنسبه لك؟ هو اعتقد هو امام بيراميدز اعتقد هيبقى نفس التشكيل بتاع ماتش الاهلي اعتقد، الا بقى التغيير هيبقى تغيير في مركز الوينج. يعني قول لي كده مثلا حراس المرمى عواد، اتكلم على المسلوس حسام عبد المجيد، المسلوس وحسام عبد المجيد، بنتايج وعمر جابر. جميل. في نص الملعب هيبقى زياد كمال وعبد الله السعيد. حلو. مركز 10 بقى ده هيبقى واحد من اثنين، يا عمر فرج يا ناصر ماهر. بس انا اعتقد هيبقى ناصر ماهر، ناصر ماهر لسه واقف على رجله كويس جدا. الناحيه اليمين هيبقى موجود زيزو، والمهاجم هيبقى سيف الجزيري زي ما هو. الوينج ليفت بقى ده اللي هيبقى فيها كلام، هل مش لاك ولا مصطفى شلبي. انا خليني اقول لك ان هما الاثنين البروفايل قريب من بعض شويه، هو مش لاك اسرع شويه ورد فعله عن مصطفى شلبي اسرع شويه واحسن شويه. مصطفى شلبي الى حد ما بيساعد الفريق في حاله الخروج بالكره، يعني بيقدر ينزل شويه. فهي دي النقطه اللي هيبقى فيها مين اللي هيلعب في المركز ده، الا بقى لو جوميز قرر يفاجئ الكل ويلعب بناصر ماهر وينج ليفت، ويلعب بعمر فرج مثلا في المنطقه اللي 9.5، او عارف عمر فرج اللي هو الدور اللي قام بيه يوم السوبر الافريقي هو شبه دور اوباما مع جروس شويه. صحيح. اوباما مع جروس على الورقه هو كان مركز 10، ولكن في الطبيعي او جوه الملعب في الواقع هو كان لعيب 9.5 في الواقع. واحده من افضل فترات اوباما في تاريخه، واحده من احسن ارقام اوباما في تاريخه هي فتراته مع جروس انه كان بيستخدمه استخدام ممتاز جدا، واعتقد عمر فرج كان في نفس الجزئيه دي. اسلام شرفتنا ونورتني احمد، انا اللي سعيد انا كنت معاك. بس استاذنك بس في حاجه بسيطه كده في النهايه. انا النهارده يعني فقدت واحد عزيز عليا جدا، واحد من اصدقائي وواحد من اصحاب الدراسه، واحد كان من لعيبه الكره الحريفه جدا، حتى كمشجع كان راجل نظيف جدا، عمره ما اذى حد في حياته. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم لاهله، فانا حبيت استغل دي، وحبيت استغل ان قناه الزمالك هي بيتي، لو ما قلتش هنا مش عارف اقول فين تاني. ربنا يرحمه. فالنهارده بدعو الناس انها تدعو لصديقي ايمن علي بالرحمه والمغفره، وان شاء الله تكون الليله دي اسعد ليالي ان شاء الله. متشكر جدا ليك، ومتشكر لاداره قناه الزمالك انها ساعدتني ان انا اقول حبيبي حالي. حبيبي وربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله وكل حبايبه. شرفتنا اسلام. ربنا يخليك يا احمد، وانا متشكر جدا ليك. شرفنا ونورنا المحلل الرياضي اسلام علي. انتهت حلقتنا من زملكاوي على ملكه، وان شاء الله في حلقه جديده من زملكاوي. الى اللقاء.